حينما يكون الورد رونق الجمال، وعندما يكون الجو سمة النقاء وصفاء، تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التنسيق الجميل لمزرعة الورد الطائفي، لتكون مكاناً رائعاً لاستقبال الزوار والمصطافين لمدينة الورد، ولتكون فكرة أخرى فريدة في هذا الإطار. مزرعة ومقراً آخراً لاحتساء القهوة وسط تلك الأجواء الجميلة وتنوع تقديم الأكلات الشعبية المتنوعة من خلال هذا الموقع الجميل. طبعا في على حسب طلب الزوار، في فطور، أنواع من الفطور اللي هي الملال والتعتيم الحجازية والأطباق اللي تشتهر فيها مدينة الطائف. جمال آخر يضاف لجمال مزارع الورد الطائفي ليكون متناغما مع كافة الزوار ومحبي الطائف ووردها الجميل. ضيوفنا الكرام، أهلا بكم. تدرون أنا مين؟ أنا اسمي أمولة، حلوة مزيونة، أذكر والله، قولوا ما صلى. أهلا هلا بزوارنا، يا مرحبا بالحاضرين، زينة لكم حب ووفا، زهرات والياسمين، حياكم الله، سلامتكم. لقناة الإخبارية ظافر الخثامي، الطائف.